السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي هام للطبخ والجمال. الناس جداد كما كنقول ديما تنقول لكم مرحبا بكم. الناس اللي معايا ديما تبارك الله عليكم وشكرا لكم لهلا يخدكم عليا. اليوم فيديو جديد ان شاء الله، غادي نوجد معكم تاكوس وغنبداه من الاول. اول حاجه البنات غادي نبدا بها هي العجينه. عندي هنايا واحد نص كيلو ديال دقيق الفورص، وعندي خماره وحده، عندي الملحه غندير على حسب الذوق، عندي نص كاس ديال الزيت، واحد معلقه كبيره ديال هذا راه الحليب نيدو يا البنات. كنشري هذاك الكرتون كنخوي في هذه القرعه هذه او اي قرعه، وكنخليه كيدوز لي واحد المده طويله. كنستعملو في كل شيء، اي حاجه احتاجتو فيها كيحافظ عليه، القرعه كتحافظ عليه اكثر. هانتوما وصافي، وهانتوما معايا ان شاء الله نجيب الماء ونرجع. غادي ندير هذيك الخماره، حيت علاش استعملت الخميره ديال الحلوه؟ حيت حاجتي فيه هذا الخبز ديال الطاكوس ولا ديال سميتو، كي ما عنديش غرض فيه يخمر بزاف، غير تعطي هذه تكون الملحه. الملحه اللي عندي انا راه ما كتبانش البنات، واخا تشوفوني درت كميه كثيره سبحان الله ما كتبانش فيها. غندير هذاك الزيت، هانتوما هانتوما حيت كنستعمل بزاف، هانتوما غادي نعجن عادي بحال كاع اي عجينه، وندلكها مزيان ونخليها ترتاح. هانتوما البنات صافي انا عجنتها، غادي نغطيها بهذا السلوفان غير ترتاح واحد شويه، ترتاح غير واحد شويه، وغادي نكورها ان شاء الله. انا درت كميه كبيره، تقدروا ديروا قل من هذا الحجم ولا الكميه، حيت حنايا ماشي بنات. غادي نخليها ترتاح ونمشي نصوب حاجه اخرى. هنا راه صوبت ديجا الفريت، ها هو درته في الماء والخل كما العاده، وجاب لي دابا راجلي خاصني هذا، خاصو جابو ليا هاد الفرماج ساندويتش وصافي. لقيت فاش خليت هذاك سميتو كيرتاح البنات العجينه ديالي، انا ديجا من اللي صوبت هادو كانوا عندي واحد جنيوحه، تعقلتو فاش قلت لكم جبنه دجاج كتير ودرت فيه ليكويس بوحدهم، جنيوحات بوحدهم، صدر بوحدو، كل حاجه بوحدها. هنايا هادو هما الجنيوحات اللي درت اللي حيدت منو. هنايا راه فيه واحد شويه ديال الثومه، البصله مشطره مزيان، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال داك الكاري العطريه ديال الهنود، وصافي هادشي اللي فيه. صافي يمكن وجوج معالق ديال يوغورت طبيعي مسوس ديال دار مسوس، درتهم خليتهم من الليل مرقدين. انا غنوريكم كيفاش غادي نقليهم بواحد الطريقه زوينه بزاف، كيجيو بحال كنتاكي. وهنايا عندي ماتوش كيبان لكم مزيان ولا لا، عندي هنايا صدر المهمه ديال الدند، قطعته على هذا الشكل ديال هاد الطريفات، ملي يطيب غنعاود نقطعو. المهم دابا غادي غير نطيبو ونحيدو على جنب، انا غنوريكم اش غندير فيه. اول حاجه غادي نديرها فيها البنات معلقه، حيت عندي كميه كبيره غندير معلقه ديال الموطاد، غندير واحد معلقه ديال قدروا هاد الطاكوس البنات ديروه ميكس ماشي بالضروره. عندي هنايا هاد الصوص الصوجا ديالي جاريه، غندير جوج معالق كبار، الا كانت عاقده ديروا غير معلقه كافيه، كتجي فيه زوين. الا ما كايناش راه ماشي مشكل، ماشي ضروري الا ما كايناش. عندي هنا شويه ديال الهريسه، غندير شويه حيت غندير ديك ديك الصلصه اللي غادي نرافقها معاه. غندير شويه ديال السكنجبير، معلقه صغيره ما عامرهاش، معلقه ديال التحميره تكون عامره مزيان حيت عندي كميه كثيره. تقدروا ديروا مع هاد الهدان ديال البنات، ديروا معاه سميتو الكفته،
يكون ميكس، يكون شويه اللبن وشويه الكفته، ولكن كل واحد يطيب بوحدو. عندي الملحه على حسب الذوق، راه عندي صويا الصوصوجا ما خصهاش يكون ثاني سميتو، وقطيرات ديال الحامض. دوك العظيمات غادي نحيدهم دابا، غندير دابا غادي نخلط كلشي مزيان، وغادي نزيد الزيت ونقليه مزيان وحتى يشرب الماء ديالو. وانا نوريكم كاع المراحل. اليوم عندنا شويه الضبابه، وداكشي علاش كيبان لكم داير مضبب الكاميرا. دابا غادي نزيد الزيت البلدي البنات، ديروا غير الزيت العاديه الا ما عندكمش، انا غير حيت كاينه ودرتها وصافي. غادي نبقى ندي فيه ونجيب حتى يشف لي هاد سميتو هاد لبن دابا غنشفو مزيان عاد غنحيد. غنزيد واحد المعلقه صغيره، انا هاد المعلق اللي عندي راه صغار ديال الخرقوم، نسيت ما درتوش. انا زدتو دابا، غادي نخلي حتى يبلش. الوقيته اللي خليت فيها هذاك لدان د البنات كيطيب، غادي نوجد سميتو الحاجات اللي غادي نزيد على هذاك الجنيوحات اللي قلت لكم. غادي نمرمدهم في واحد الخليط ونعاود في واحد الخليط، انا نوريكم هذوك جوج الخليط ولا خلائط ولا شنو سميتهم اشنو غندير فيهم. عندي هنايا الدقيق عادي، وجدت جوج ديال سميتو، اختاريتهم يكونوا غارقين حيت حاشي فيهم باش نبقى كيفاش كنتمنى غير يبان لكم. عندنا الضبابة بزاف، والبوله اللي عندي في الكوزينه ماشي حتى تما. عندي هنايا مايزينا البنات، ها هي غادي ناخذ منها معلقه كبيره نيت، ها هي كتساعد باش تعطي هذيك القرمشه. هاد الوصفه اللي درت دابا البنات ديال شنيوحات، ها نتوما ها نتوما وصفه كنتاكي بالدجاج، تتكون يا اما بجنيوحات اولا بالصدر اولا بالفخيضات. كتبها هكا في الراديو يا البنات قبل ما نتزوج في هاد لاجون، باش شوفوا شنو بقى فيها مسكينه، راه تفرتكات كلها. جبدتها باش نعاود نخيد هادشي اللي فيها، وهادو هما المراحل اللي غيدوز منهم كاملين. جبتها البارح وقلت نشاركها معاكم، حيت قبل ما نتزوج دابا راه تقريبا انا مزوجه 9 سنين دابا، وتكون عند في عمر هاد الوصفه شي 11 عام بحال هكا. كنت مدمنه على الراديو ديال الصباح، واي وصفه اي حاجه دارت راه شحال من حاجه في القناه ديالي كناخذها من لي جوندا اللي كانوا عندي في ايامات قبل، فاش كنت زعما هكا كنتصنت للراديو بزاف وكنقيد الوصفات اللي فيه، داكشي ناجح في الحقيقه ديالهم. ودابا جبت هاد الوصفه نشاركها معاكم. هادي دابا البنات الحاجه اللي ما عنديش البنات هي البودره ديال الثوم، ماشي مشكل، راه عندي الثومه في هادوك الجنيوحات. غادي نزيد فيها دابا تحميره، ها نتوما البنات هذا هو الخليط الاول. اشنو زدت فيه دابا؟ تحميره، خرقوم بلدي، شويه ديال البزار، وشويه ديال الملحه، وديك المعلقه اللي شفتو ديال سميتو. اللي بغى يزيد بودره الثوم يزيدها، انا ما عنديش، وراكم عارفين الظروف دابا. اللي جبناها في الصباح هي هذيك، اللي ما جبناهاش ماشي مشكل، كنقداو باللي كان صافي. الخليط ديالي تنخلطو بحال هكذا، هو اللي غادي نبقى نخشي فيه هذوك ليكويس اولا الجنيوحات. عفوا عندي انا الجنيوحات، ها هو وجد ليا. غندير دابا الخليط الثاني. الخليط الثاني اشنو فيه؟ فيه بيضه، فيه شويه ديال الحليب، خماره حمراء، ملح والبزار. عندي البنات بيضه كما قلت لكم غسلتها، وغادي ندير فيها شويه ديال الحليب، غادي نخلط الكل، غنزيد شويه ديال الملحه،
خمارة حمراء وما غنديرش البزار حيت ديجا درتو في الكويس ودرتو حتى في الدقيق. غنزيد فيه هذه الخمارة، هذه خمارة حمراء وحدة، نخلط كلشي. كما كتشوفوا البزار بوحدو اللي ما درتش حيت كاين في دوك الجنيوحات رقدتو فيهم من في الليل، وحنايا البزار الاغلبيه في الدار ما تياكلوش منهم، انا كيضرني بزاف، ودرتو في الدقيق دابا كما شفتوا. غادي نخلط مزيان كاع العناصر حيت جالسوا مع بعضياتهم، كيعطي واحد الطبقه مقرمشه واعرة رائعة جدا، كتجي زوينة مع الكويس بحال هكذا يا البنات. في هذه المناسبة اللي الدراري جالسين في الدار، انا بعدا هكا ما كيبغوش هي اي حاجة، وكندير حتى انا كندير من ما كنضرش الجيب ديالي، وفي نفس الوقت كندير لهم الغرض ديالهم. صافي البنات دابا جيت باش كندير هذا سميتو الخبز ديالي، هانتوما سرحتو بحال هكذا، هذه هي الاولى. غادي سرحتو غير بشويه ديال الدقيق، راه ما كيلصقش البنات الا عندكم البلاصه ديال اللي كتخدموا فيها بحال هكا عندي انايا، ما كيلصق ما والو. وصافي غادي نطيبو. هانتوما البنات انا درتها، شوفوا واخا يبانوا لكم هاد الفقاعات ما تخافوا والو، انا ما محتاجاش باش يتنفخ، ما بغيتوش يتنفخ ليا، غادي غير يطيب دوك الفقاعات اللي الا تنفخ ماشي مشكل، ولكن انا ما محتاجاش يتنفخ، واخا ما تنفخ عادي. جيب البيضه شويه، انا درتو شويه كبيره البنات، بغيت نديرهم كبار شويه حيت وجبه ديال الغدا، وعندي هذيك العجي هذيك الدقيق اللي شتونا درت خرج ليا ثلاثه ديال الكرات ديال العجينه، ماشي كثر. صافي راه ما كنحتاجوش انه يتحمر ولا شي حاجه باش كيبقى هكا، انتما كما كتشوفوا رقيق وكيمشي معايا كيف بغيت. هاد الخبز البنات فاش انا بعدا فاش كنديرو، المهم انني ندير حاجه في الدار وعارفه شنو درت فيها، الا جاكم عوج هكا في الجنيبات ولا شي حاجه راه ماشي مشكل عادي. دابا يا البنات غادي نصاوب هذوك الجنيوحات اللي رقدت من في الليل، غنوريكم الطريقه كيفاش اشنو غندير. دابا هاد الزيت البنات راه هي اللي قليت فيها البطاطا، درتها كثيره بالعاني باش ندير فيها هادو، حيت الزيت خاصها تكون كثيره تغطي لينا هاد الجنيوحات ولا الكويس ولا اشنو درتو نتوما، ولا لا غير صدر مقطع هكا شرائح اللي درتو. دابا اشنو غادي ندير، غادي ناخذ هاد الجنيوحات هادو، غادي ندير البوط الزيت راه سخون 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 بزاف، من بعد غادي نقصو، غادي ناخذ جنيوحات نحطهم في الدقيق. شدي ليا مزيان هاد المرحله، غادي نديرهم في الدقيق مزيان اللي وجدت معكم، من بعد غادي نديرو في هذاك الخليط ديال البيض وسميتو والحليب، وغادي نعاود نرجعو لهذاك الدقيق. هانتوما كنتمنى تكون واضحه لكم هذه المرحله، هذه انا راه فاش قيدتها في الراديو قيدت جميع المراحل وصوبتها ديجا في الدار. هانتوما كيغطي هذاك الدقيق كامل، وكنحط في الزيت ديريكت، شفتوا الزيت راه سخون. غادي نكمل بنفس الطريقه يا البنات، وفي الاخر غادي نغطي بالكسكاس باش داك البخار ما يخرجش ليا باش يطيبو مزيان. ها نتوما البنات دابا درتهم كاملين، دابا اشنو غادي ندير، غادي نقلبهم بشويه، غنجيب معلقه بعدا ماشي خوتيت باش تقلبوا البنات بمعلقه باش ما يتشتت، حيت باش ما يوقع لكم شي مشكل، وصافي المعلقه متحكمين فيها. وغادي نقلبهم، راه العافيه اكثر من مهيله، اكثر من مهيله يا البنات، مهيله بزاف. غادي ندير هذا الكسكاس هذا،
هو اللي لقيتو قدها، وغادي نخليه يطيب على خاطرو ونوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي. في الوقيته البنات اللي كنتسنى البطاطا تتقلى ليا، غادي نوجد لاصوص اللي الصلصه اللي غادي ندير معاه، اللي غندهن بها هذاك الخبز قبل ما ندير فيه سميتو. غندير جوج معالق ديال المايونيز حيت عندي انايا كميه كثيره ديال الباكوست، وغندير معلقه ديال الموطارد سميتها دي الكيتشوب، ديما انا عندي مشكل مع الكيتشوب. ها انتما معلقه كبيره كتجي زوينه هاد الصلصه الجزائريه. وغادي ندير معاه حاجه وحده اللي خاصاني البنات، هي الصلصه الحاره، غندير في بلاصتها الهريسه. غادي نخلط كلشي مزيان، غنزيد الملحه شويه ديال الملحه، وعندي هنايا المعدنوس مقطع مزيان البنات، غنزيد الملحه وما غنديرش البزار، مليحه غير واحد شويه. راه عندنا الفرماج كما قلت لكم، وشوفوا بعدا كيفاش جا هذاك لادنت، شفتوا عاود قطعته بديك الكراده ديال الربيع، حطيته في الكراده ودوزت عليه حتى ولا هاد الطريفات هادو صغار. وغادي نزيد هذاك المعدنوس معلقه كبيره، حنا من المستهلكين ديال المعدنوس بكثره، ما عنديش مشكل واخا يكون كثير، نتوما على حساب الشخص. كتجي بحال هكا البنات، نتوما ما تكثروش المعدنوس كما قلت لكم على حساب الذوق، كتجي لذيذه بزاف. زيدوا شويه البزار الا بغيتوا، انا ما درتوش، المهم كان هي باش غادي ندهن سميتو، نتوما غتشوفوا المراحل كلها. دابا البنات ها نتوما الخبز ديالنا كيفاش جا، شفتوا خطويه باش ما عجبك، ها نتوما كتحليها كتلقاها كما هي. انا ما بقيتش كنشري نهائيا، اي وقيته بغيتو كان صابو راسي، ما عمري ما شريته مره واحده. اول مره بغيت ندير هذا شريته باكيه فيها خمسه د الحبات ولا ما عرفت شحال، ب 25 درهم، حلفت ما عمري نشري، وليت كنصاوبو وتيطلع ناجح تبارك الله، زعما ماشي والدار، المهم انك صاوبتي حاجه في الدار. اول حاجه غادي نديرها البنات، غادي ندير هذيك الصلصه ديالي. ها نتوما غادي ندير اول حاجه كندير هي هاد الصلصه هادي، كنفرشها بحال هكا على وغادي ندير. نتوما الا درتو قلت لكم حتى الكفته، مره اخرى ان شاء الله نديرو ميكس ونوريكم الطريقه. انا ديما كما كنقول لكم كنهضر مع البنات المبتدئات اللي يلاه بادين او لا ساكنين بوحدهم مازال ما عارفينش، اما الناس اللي تبارك الله سميتو راه عارفين شنو كاين. عندي هنايا الفريت، ها هو درتو بهذا الشكل. سديت غادي ندير دابا الفرماج ديال الساندويتش اللي وريتكم البنات، كيجي فيه الا بغيتو ديروا فرماج حمر ديروه، غير ما كاينلاش زعما، هذا تيجي متوجد في اي بلاصه وكيجي زوين لذيذ. غادي تاخذ ليا كل وحده حبه ونص، كيعجبهم الفرماج، داكشي علاش غتشوفوني انايا غادي نكثروا. غادي ندير لهم جوج ماشي مشكل، والفريت ها هو بعد ما طيبته درته على هذا الشكل طول يا البنات، باش يجيني نيشان مع الحجم ديال الطاقوس. وغادي ندير فوق من الفريت شويه ديال هذا الكيتشوب، صافي كيجي لذيذ وزوين وكيعجب الوليدات. غندير دابا شويه ديال الكيتشوب، غير واحد شويه، وغادي نسد. بسم الله، وغادي نديرها ديريكت في البانيني بحال هكا حتى غادي تكمل الطياب ديالها مزيان مزيان. انا دابا شاعله على البانيني ونوريكم الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. ها نتوما البنات غادي نديرهم، انا دابا تندير جوج جوج باش دغيا نسالي حيت فيهم الجوع،
وهذوك لي كويس غنوريكم كيفاش جاوا ان شاء الله. المهم حمرتهم مزيان، وهادو ديال البانيني غادي نسد عليهم وصافي حتى يطيبوا مزيان، وغنوريكم الشكل ديال الاطباق بجوج كيفاش جاوا. هذا هو الشكل النهائي ديال الاطباق ديالنا البنات. ها نتوما شوفوا الطاكوس كيفاش كيجي، كيجي رائع ولذيذ بزاف. انا غادي نحلو لكم تشوفوا الشكل ديالو من الداخل. وهذوك تنقول غير لي كويس، هادو راه غير جنيو حتى البنات، شفتوا كيفاش جاو. درتهم فداك شويه الخس معاهم شويه ديال المطارد والكيتشوب، وهادي مطيشه سويسه راه غير ذوقت بها، حطيت هنايا الكيتشوب اللي بغاه. رافقناهم بالمونادا، ديما كنديروا العصير في الحقيقه، واليوم جاب لينا المونادا. صافي عينا من هذاك العصير، قالوا لي بغاو مونادا وجاب لهم مونادا. انتم غتشوفوا الشكل ديال سميتو كيفاش كيجي. كيجي لذيذ البنات والله العظيم، ماشي ضروري نخرجوا حيت ما كايناش الظروف كتسمح اننا نخرجوا لذاتنا، نديروا لهم نيت الماكله الزنقه في الدار. شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي، كيجي زوين بزاف البنات. كنتمنى تجربوه هنا الاعجاب ديالكم، ونتغداو ان شاء الله ونشوفوا واش غنديروا. هنايا البنات بعد ما تغدينا راكم ما كتشوفوا كنحسن الله راجلي بطبيعه الحال، حيت راكم عارفين دابا كلشي سد، سميتو الصالونات ديال الحلاقه سادين مع هذا المشكل ديال الحجر الصحي. وهو من النوع اللي ما كيحملش يكون عنده الشعر في راسه كثير، واضطريت انه نحسن ليه انايا. حتى الاخر غنوريكم كيفاش جات الحسانه ديالو، وقولوا لي واش نيت معلمه في الحسانه ولا لا. هانتوما هنا البنات قربت نسالي، صافي كندير غير لي توش الاخرين. صافي البنات بعد ما حسنت لراجلي وصافي وصلت داكشي ومسحت البلاصه مع الشعر كيما كتعرفوا كيطيروا هذا، وسست كاع داكشي اللي خسر حيت غير في المريح هكا، ما توسخش ليا زعما البلاصه ما فيها والو، فيها غير شي مجوره ديال الصباط ماشي مشكل. جيت هنايا كنت وجدت ديجا الكوتي، راه هنايا عندي برد ديال اتاي، وصوبت ليهم هذيك المردومه اللي ديجا شاركتها معكم في القناه، ها هي ديال الذره، ديال الذره معمره بالحشوه ديال خبزه الشحمه. درتها ليهم وقلت صافي غادي نحط ليهم دابا باش نديروا الكاسكروت وصافي. كان هذا هو لا فيديو ديالنا، كنتمنى يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، تبارطاجيو لا فيديو مع الناس اللي قرابين لكم واللي والاصدقاء. وانتم كما كتشوفوا المردومه راه كتجي رطبه رطبه وهشيشه وخضره، كتجي رطبه. راه عندي في لا فيديو خاص بها في القناه ديالي، كان الا كنتو بغيتو تشوفوها كاين الرابط ديالها ان شاء الله. ونتمنىكم يعجبكم الفيديو، وهذا هو الحجر الصحي كما كتشوفوا هكا كندوزو انايا، وينال استحسانكم يا ربي. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ولا روتين جديد. نخليكم على خير.